الله، مقطع جديد في ظل مقطع يا جماعة الخير. راح نلعب لعبة هوم سويت هوم، راح ناخذ جيم سرفايفل وجيم كيلر، واول جيم راح يكون كيلر. وبرضو في كلام خاطري ودي اتكلم عن تجربتي في اللعبة من ناحية الكيلر والسرفايفل، واللي فيه فضول كم انا لعبت كم ساعة في اللعبة. تقريبا لعب الى الان حدود 26 ساعة في اللعبة، عشان كذا ليفلي 9 ما لفلت الليفل العالي مرة، لاني ادخلها بكل امانة يعني باوقات قليلة مرة، ولكن واجهت مشاكل كثيرة حابب اشارككم فيها، ولكن خلينا اشارككم اياها داخل الجيم. يا رب عاد اركز انا في الجيم. اوكي بدا الجيم، يا رب ما يجيني باب المستنقع، يا رب يجيني باب المستشفى. بكل امانه اشوف باب المستشفى صح انه يعني اثنيناتهم صعبين، ولكن اشوف المستشفى اهون من المستنقع. المستنقع ترى فيه انفينيت في الحمد لله المستشفى. على ما يا جماعه خير، انا بحاول اني اركز في الجيم اكثر ما اني اتكلم، وبخلي الكلام من نهايه المقطع. بس بقول اشياء بسيطه. هذه اللعبه لو نقارنها بشبيهتها اللي هي Dead by Daylight، هذه اللعبة للأسف مي مقتبسة الأشياء الكويسة في Dead by Daylight، يعني مسوين نفس الفكرة إنه كيلر ضد أربعة سيرفايفل، ولكن بفكرتهم الخاصة. بدولي كيف فكرتهم الخاصة؟ أنا أقول لك كيف. يعني عندك الكيلر في ذي اللعبة، إنك إذا تبغى تحترف الكيلر يبغالك وقت طويل لين تحترف، عكس السيرفايفل اللي لو يجيك يعني ليفل 7 4 6، يعني ما لعب اللعبة 10 ساعات 5 ساعات تلاقيه يبدع اكثر منك. اوكي هذا حط تعويذه، وبيض ينزل تحت ولا ما راح ينزل تحت؟ نزلوا تحت اثنينهم. طبعا لما ينزلون تحت انا ما اقدر اجيهم، خلاص اضطر اني امشي وانزل مع الدرجه انا اوصلهم. هذا شيء ترى احيانا تضعف عليك الجيم في حال انت قريب انك تذبح واحد، فتاخذ الموضوع بصعوبه. اوكي اضربني 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 عادي عادي عادي، اضربني اضربني اساس اني ما اشوفك يا اهبل. لازم تضربني اكثر من مره يا غبي، لازم تضربني اكثر من مره يا حلو. اوكي انا حاط بيرك ترى يكنتر الاستن، بس مو يكنتر دايم، يكنتر بعض الاحيان. اوكي لكن شكوى والله. اوكي هذا هو كان مدني هنا ترى. فاللعبه مخلي السرفايفل في هذه اللعبه سهل لدرجه انه ما ادري كيف اوصف لكم، بس انه السرفايفل يجيك اسهل من الكيلر بمراحل. ليش ما مديني امشي؟ هلو وش صار؟ الو ليه ما تمشي؟ دبليو ماي انا ما ادري وش صار قبل شوي. انا اكسر ذا الباب لهم، اكسر ذي المنطقه عشان اقدر امسكها. بحاول اكمل نقاشي. السرفايفل لو يجيك اي ليفل، مو شرط يكون ليفله مره عالي، لو يجيك ليفله بسيط يقدر يفوز عليك، عكس ال ادخل روح ادخل تكفى. والله انك اهبل، والله يا انك اهبل. لا ريلي 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 ما ترجع. ويسكر الباب. هذا مدرعم، هذا لو ادري انك مدرعمتي كذا والله العظيم يا شيخ قلت لحقتك والله. شوف وين زابن، شوف وين زابن، ابغى بلكك يا عمي. هات سكر ابواب. ترى يمديني اروح من هنا لكن ما ابغى، تستهبل. دخلت من هذه. انت من جدك ولا قاعد تمزح؟ واضح انك هنا، واضح انك هنا، واضح انك هنا يا مسكين. بكمل موضوعي، ماني قادر اكمل موضوعي والله، اني قاعد اركز في الجيم اكثر ما اكمل موضوعي. السرفايفل في اللعبه هنا اسهل بكثير من Dead by Daylight. يعني الحين Dead by Daylight لو تلاقي سرفايفل يدخل رانك 20 تعرفوا انه مسكين ولا يعرف يلعب، عكس هذه اللعبه لو انه جديد ياخذه ساعتين ثلاث يعرف انه يسته كيلر، يعرف انه يدخل الابواب يسكر ابواب يروح من المتاهات ذي، فيضيع وقتك بشكل مجنون. فاللعبه هذه عاطيه سهوله للسرفايفل بشكل كبير مره، عكس الكيلر اللي يبغاله يتعب ويتعلم مره عشان يقدر يضاهي السرفايفل. فهذه نقطه. اوكي شوفوا الحين ما اقدر اجيها، فلازم اروح كذا واجي من هنا. اوكي الطريق مسكر. السلام عليكم يا خوي، أتني لك، سوف أتني لك تتنيلة شنيعة يا خوي. بطب طب اوكي يا طب، زي الطبة ذي. باب يدي حيل اني امشي من هنا. نعم امشي من هنا وانزل، استخدم الشفت بما انها جتني وبلحق له هو بما انه مدمج الخوي. نايس اوكي حصل سبرنت. طبعا لو حصل سبرنت خلاص انسى، انسى انك تطارده، لانه راح يكون عنده مدى طويل جدا لين تخلص السبرنت من عنده. يا خوي ترى اشوفك بس شوي انحول يعني.
بجي من هنا. طبعا على فكرة ترى الكيلر اذا كان اجنبي يمديش اسمه. السلام عليكم. كان يمديني اضربك! صارت ابني. البنك باختصار شديد اذا الكيلر اجنبي وانت سرفايفل يمدي يضربك حتى وانت مسرع. عكسك انت يا مسكين. السلام عليكم يا اخوي. انا ما ابغى اجي لهذا. ابغى اروح اتنل ذاك المسكين. ابغى اروح اتنله بما انه راح يفطس. كيف الحال يا اخوي؟ تعال. لي ساعة ادورك الله يهديك بس. لي ساعة ادورك الله يهديك ويصلح بالك. ودي اكمبرلهم على ذا التوم اللي قاعدين يحاولون يصلحونه. اتركه. تفهم ولا ما تفهم؟ بحاول على اساس اني الحقها وراح ارجع لهذه الحلوه. صار الله. السلام عليكم. كيف الحال؟ ترم 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 ترم. حيوانه. خلصوا البوابات. بس هذه يوم تخلص البوابات يجيها ادرينالين ويتعبى هلثه. فيعني حاليا معاها سبيد والحين الموضوع راح يكون انهم يذبحونك. خلاص. الحين تحمسوا انهم يذبحونك. اوه معك سبرنت. اوكي يلا خلص سبرنت خلص سبرنت يلا خلصوا خلصوا خلصوا. تعال الحين. قاعد تركض بس سبرنت. طبعا هذه الحركة ترى ما تضبط معاك انت كعربي ضد كيلر اجنبي. لا تسويها لانه لو تسويها راح يقدر يضربك. لانه مع البينك تضبط هذه. هذه حركة السبرنت يوم يلف حولك مع البينك فقط. اما انت كعربي ما يمديك. خلاص دي اكلت الضربة. معاها سبرنت. ايه معاها سبرنت. ايه اي شيء طبيعي. اوكي اذبحوني انا ماني زعلان. ما راح انتظر 13 دقيقة لينتهي الجيم. 13 دقيقة. بالعكس ابغاكم تذبحوني. يعني انا بتحسبوني يعني بهرب عشان تخلص اذبحوني. الله العظيم مين فارقة معي. وين خوي؟ خويك راح. راح وين سبرنتك اللي قبل شوي تسوين فلانك عندي؟ وين؟ الحين بتلف علي. تعالي. تعالي بس تعالي. تعالي. تعالي بس تعالي. هيا يا خوي وينك؟ ما حد يبغى يجي ياخذ روحه؟ طبعا على فكره هذه ما يمديك تذبحها. لانه حتى لو انك يعني ما خليتهم ياخذون روحه كذا ولا كذا هم اصلا راح شو اسمه؟ ايه ترى فعلت الفخ. شايف الفخ فوق؟ شايفه يا خوي. مجهزين افخاخ. حتى هنا برضو في فخ. اوكي. وش صار؟ اوكي. هذه ترى خويتها تقدر تسيف نفسها زي ما قلت لكم عندها ميت تعالج نفسها ريفايف. بس بحاول اني امسك هذه على الاقل. ترى يمديك تضربها على فكرة من هنا. أنا ما أبغى أعطيها فرصة إنها تجي على البوابة. أوكي بكسر البوابة الحين. تطلع من هنا الحين هي. يب أنا عارف. ليش ما رأي ليش ما ساعدت نفسها ذيك الهبلة؟ تستهبل صح؟ وات؟ والله صدق ليه ما ساعدت نفسها؟ والله شيء غريب. راح تموت. وهذه ماتت. وساعدت نفسها ذيك. الآن ساعدت نفسها ذيك. كيف الحال يا حلوة؟ كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. تحاول تهرب من البوابة. وخليها تخلص السبرنت حقها. بجيبها هنا بسرعة 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 بسرعة. بتطيح نفسها. ما طيحت نفسها. واو. أوكي. شدي حيلك. اوكي ترى كان يبدي هذيك تطلع. اوه ماي جاد الله يهديها. ذبحت ثلاثة وانا لازم ما اذبح ثلاثة.
على العموم انا سالفه السرفايف اللي ما قدرت اكملها بسبه الجيم، انه السرفايفل في هذه اللعبه سهل مره سهل، مو شرط يكون محترف عشان يقدر يضيعك في الجيم، عادي لو يلعب له كم ساعه خلاص الرجال تعلم على اللعبه واتقنها وصار عليك اسطوره. عكس باي دلايت اللي السرفايفل لو يجيك رانك 20 يبغى له وقت طويل لين يعرف كيف يلوب كيف يصلح الجيترات. فللاسف هذه اللعبه مسهله على السرفايفل بشكل مجنون مره، عكس الكلر اللي مصعبه عليه للاسف الشديد. يعني لو تلاحظون هذه كانت ليفل 1 كانت طقطق علي، هذه ليفل 1 كانت طقطق علي، عشان تعرفون انه المقصد حق يوم اقول لكم انه السرفايفل باختصار شديد يقدر يلوبك، عكس هذا التويتش تي في اللي كان يلعب اللي مات في النهايه، اللي كان انتظر الاخر ثواني وعيش نفسه. فللاسف يعني اللعبه ما فيها توازن ناحيه السرفايفل، يبغى لهم يعدلوا على السرفايفل. اللعبه ايرلي اكسس الى الان، فما في اي كلام انه هذا الشيء راح يستمرون عليه، ممكن بتنزل لعبه رسمي يتغير شيء جذري، ممكن يستمرون نفس الشيء ما ادري. سالفه السرفايفل قبل شوي قاعد اقولها في الجيم، الكلر عدتها كثير، الله يعينكم قاعد تشوفون المقطع. وبرضه يعني انا اسف انه قاعد اجلد في المقطع ذا في الاثنين من ناحيه السرفايفل والكلر، فلانه الحق حق، انا اللعبه ذي حابها وبكل امانه ولا ودي انها يعني تخرب، فعشان كذا يعني قاعد اقول كلام خاطري مع انه داري الشركه والله ما راح ترد علي ولا راح تعرف كلامي. على فكره طيب تلعب سرفايفل افتح الابواب ذي عشان الكلر يتوهق. والله العظيم يا جماعة الخير خلينا ناخذ السبرنت هذاك الكيلر. تعال 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 تعال، شوفوا شايفين الكيلر هذا؟ شوفوا الحين انا الفتحة اللي هنا بالارض شايفينها؟ شوفوا خليه يجي بس هو، اوكي ما يبغى يجيني، ما عليه، اذا جاني اطيح بالفتحة خلاص ما راح يلحقني. بداية الجيم ما عنده تنقل ولا عنده اي شيء، فبيضطر غصب عليه انه يروح شو اسمه يمشي مشي عادي كعابي. يلا الحين الخطه اني ادور الصناديق اللي زي هذه عشان اطلع منها الفيوز او المسمار. في مسمار فوق بس انا الحين بطلع الفيوز. اوكي مسمار، خليني احط المسمار هنا بالوسط وادق لهم على المسمار كذا. ابغى اخذ السبرنت بكل امانه يفيدني، اذا كان معي السبرنت في الوضع طيب. ايه يا جماعة الخير اقسم بالله العظيم يا اخي ابغى اقول السالفة الله يهديك، بس تعال حقني تعال يلا تعال. السالفة انه في المنطقة زي ذي المنطقة المفتوحة كنت العب كيلر، اقسم بالله العظيم يا جالي واحد يا انه كان حاط يا جماعة الخير قرابة اوكي تجمع الباب هنا. السلام عليكم، تعالي فوتي على راحتك، تعالي خوي من الباب من هنا. السلام عليكم، هذا فرق البينك ترى على فكره، هذا فرق البينك يوم يكون الكيلر اجنبي فيمديه يملخك في البينك. على العموم شايفين هذه العصا؟ والله العظيم يا دخلت كيف يا واحد حاط هنا بالارض قرابه 300 حبه، يلعن خيره من وين محصل 300 حبه انا ما ادري. يوم شفت الجيم ضغطت الت فور سريع طلعت الجيم، لانه عارف انه كانوا ناويلي على نيه قشره في نهايه الجيم. مسامير واجد بس الى الان لاحظنا الخايس ما حصلنا صحن الحلاوه ذاك الانفيوز، يمكن احصله الان انا، يا رب احصله. هذا كير واقف قدامي جسدنا المسكين، ترى الحين ممكن يجيني ترى يشوفني ويجيني. اخيرا ايه وصلنا حصلنا الانفيوز. اوكي الحين الخطه تقتضي اني اروح على على احد ذولي. خلصناه، تعالوا هنا تعالوا هنا بسرعة عندي. فتحنا ذا، اوكي برضه ذاك واحد فتح ممتاز. اوكي شكله كله وراها صح؟ اوكي انا ابغى اتكي هنا عشان كله لا يغدر فيني. ليه سويتي كذا؟ اوكي عرفت ايش سويتي كذا. اوكي انا معي بيكا ستن فبدخل خزانه عشان اول ما اجي بستنه. اوكي ما عنده نيه يجي سد، ما عنده نيه يجي يا ما انا مسانه ما ادري ايش كلر، ما عنده نيه يجي. تعالي هذه لقت هي ضبطت نفسها، هذه وحده ثانيه ما ادري والله. اوكي خلصنا اول واحد، صارخ سمعني صراخك. صارخ هاي يا خوي، ما حد عنده نيه يصلح ذا؟ اوه هذه موجود.
كيف الحال؟ أنا نيجو قربت جاكي شان تجميع رموز، شو السالفة؟ يما قوي وهايدي زاو ها؟ استغفر الله. أوكي خلصناها. حرفيا المسكين مو قادر يسوي شيء. يبغانا ندور الحين صندوق رابع، وأنا داخل سولو، ترى داخل سولو، ما أعرف أحد منهم ولا أحد يعرفني. داخلين كذا دج مع بعض. نفتح هذا الصندوق شوف إيش فيه. أهنيك، بحاول أدخل بال وستنو. ما راح أجي لين تفتحها. أيوة زي كذا، بحاول أطب يا رب إني ما أموت. ممتاز ما مت. خلاص السلام عليك. على بين ما يجي أوكي، يبغالي بس أدخل خزانة وستنه وضيع وقته شوي. نايس عليك، فعل التعويذة حقته. أهنيك، التعويذة هي اللي تحمي. يعني حرفيا لو أنه أنا هيلثي فل ضربني ضربة بالسكين أروح خزانة ثانية، خلاص ما عاد عنده الحماية ذي الدائرة الحمراء، فياكلها على راسه خلاص، ياكله استنين ثلاثة. يعني حرفيا الكيلر مو قادر يسوي شيء، صلحنا الجيترين والوضع كان طيب وتهرب عنه بسهولة، حتى أني قاعد ألعب على نص هيل. هذه قاعد تعيشني الان، واذا عيشتني راح ارجع فول هيل. في احد عنده فيوز شيء ولا باقي ما حد حصل فيوز؟ اوكي كذا رجع يا اخوي، كذا رجع يا اخوي. او حاط البيرك اللي جسمه هو، ترى شايف الفخ. استغفر الله، انا احسبك شايف الفخ. يخرب بليسك يا شيخ، والله العظيم انك مجنون قسم بالله. Someone perform the ritual. ممتاز ممتاز ممتاز، تعال خلاص. السلام عليكم، السلام عليكم. ترى اذا ضيع وقته معاي خلاص راحت عليه. وات؟ وتستل، ممتاز. خسر. حرفيا خسر. اوكي بدنك هنا انا الحين. بدنك هنا. وبسكر الباب. ترى الحين يذبحونه على فكرة، إذا ما تدرون. ترى نقدر نذبحه. شفيك شفيك، اذبحوه، ما ظل معي غراض. اي صبر، طاحت فيني. السلام عليكم، انتقل بالار بس ما جاء لعندي انا الاهبل. راح واحد، ليش الدبليو يعلق عندي؟ اوكي خلينا ندور اغراض. اخذوه على البورتل ولا وين؟ ممتاز، غالبا ترى راح يذبحونه. يا رب الاقي عصا واجي اذبحوا فيها. وين راح الكيلر؟ مات قلت له. وهذا ترى جيم سولو، ما اعرف احد فيهم اللي داخلين معاي، ما اعرفهم. عشان تعرفون انه انا يوم قاعد اتكلم انه اللعبه كسرفايفل ترى سهله، والكيلر المسكين يتعذب لين يحصله بركات كويسه، مع انه ترى ذا عنده بيرك كويس انه يقدر يكسر الباب بدون ما يحتاج انه يعني يضغط اي ويكسره، يوم يكون فعلا القدره هذا بيرك ترى كويس ترى، ولكنه خسر. وشوفوا ليفلاتنا كم، يعني اوكي هذا ليفل 19 وحيد بيننا، لكن هذا ليفل 2، هذا ليفل كان ليفل 10، هذا ليفل 8. عشان تعرفون انه الفرق حرفيا مو شرط انه يكون السرفايفل ضدك كويس عشان يقدر يقتل الكيلر، لا للاسف هذه لازم يحلونها. كل امانه كسرفايفل لازم يحلونها، في انفينيتات واجد في المابات، لازم يحلون الانفينيتات. الطيحه ذي لحالها انفينيت، يعني اذا الكيلر ما كان عنده قدره خلاص انت سيف، السلام عليكم، انت خلاص الله معاك ما يقدر يسوي لك الكيلر شيء. البنك
انت انا كعربي لو العب ضد سرفايف الاجانب وهو قاعد يركض ما اقدر اضربه، بس يوم يصير العكس انا العب سرفايف والكيلر يكون اجنبي وانا اركض يمدي يضربني ترى على فكره. فاقول البنك مستعيزه ولا سيف عربي انسى الموضوع. من ناحيه الكيلر في بعض كيلرات عندهم حركات كومبو بيركات يكون مره يجيك الكيلر مره قوي ومعضل، ولكن حرفيا لو تشيل من عنده البيركات يطلع خرطي ما يقدر يسوي شيء. فيبغالهم يعدلون من هنا ومن هنا، اذا يبغون لعبتهم تنجح لازم يعدلون من هنا ومن هنا، لانه الكيلر حرفيا كانسر، الكيلر سرطان. لو تدخل ضد سرفايفل ما يعرفون يلعبون بس فاهمين عارفين شايفين مقاطع في اليوتيوب انه تسكر باب دنق وقف عند تدنيق لين يكسرها غصب عن جدة طيح ما يبدي يجيك خلاص صرت بعيد عنه، ما بالمستنقع الانفنت البراميل انقز اطلع انقز اطلع بيرك الاستن اللي كل 7 ثواني تقدر تستن كيلر، ترى في اشياء كثيرة. بالنسبة هذا الرأي الشخصي يا جماعة الخير، ممكن في اشياء انتوا لاحظتوها وانا ما ادري عنها، ففي النهاية النقاش لا يفسد الوقت قضية، سواء انت كنت مع كلامي ولا كنت معارض لكلامي في النهاية كل شخص له حرية الرأي. فانت اذا عندك اشياء تشوفها عجبتك في اللعبة، تشوف انه اللعبة ماشية على مبدأ صحيح وتبغاها تستمر على هذا الشيء، فاكتب لي رأيك. اذا تشوف لا والله يا وليد كلامك صح بس انت نقصت كذا كذا كذا، برضو عطني رأيك، ابغى اعرف اذا في اشياء ناسيها. انا اكيد ترى في اشياء ناسيها لاني ماني مجهز رؤوس اقلام، يعني المقطع كان يعني من القلب الى القلب على قولتهم، لاني بكل امانة حابة اللعبة ودي انها تنجح، ودي انها تعدل من السرفايفل وتعدل برضو من الكلام عشان يكون اللعب حلو بكل امانة، يعني عشان الناس تستمتع وما تسحب اللعبة، لانه كذا راح يطفشون الكيرات راح يسمون على اللعبة كيرات، وبرضو السرفايفل راح يسحبون ويشوفون انه دائما يفوزون وما في اي تحدي بينهم بين الكيرات برضو راح يسحبون. فلازم يكون في صعوبة على الاثنين عشان هذا يستمتع وهذا يستمتع وهذا ينقهر وهذا ينقهر علشان اللعبة تستمر زي خويتنا ديد باي دلايت. يعني على هذا نهاية المقطع، والله اني متحمس جدا اسمع ارائكم، الله يسعدكم جميعا دنيا واخره حبايب قلبي. في نهاية كل مقطع ما اقول غير سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.